تفضل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمنح نوط الخدمة الطويلة لسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وسعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وكيل وزارة الدفاع، ولعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. بهذه المناسبة نقل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى المكرمين الذين جرى منحهم نوط الخدمة الطويلة تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، كما هنأهم معاليه بهذا التكريم مشيدا بتفانيهم وجهدهم الدؤوب وخدمتهم الطويلة لقوة دفاع البحرين. أكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه بعون من الله تعالى ومن ثم بالتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه فأن قوة دفاع البحرين ماضية بكل عزم ونحو تحقيق الإنجازات وفقا للنهج الدفاعي السديد للدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. أوضح صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين قد دأبت منذ التأسيس بتنمية الإنسان الذي هو هدفها وثروة الوطن الحقيقية، وأنها ستظل دائما مهتمة بعناصرها البشرية في جميع المجالات وتقديم كافة الدعم والتقدير لهم، وأن التاريخ ليشهد على ما قدمته قوة دفاع البحرين لرجالها وما زالت تبذله من إمكانات عظيمة للارتقاء بمنتسبيها في مختلف الأمور، كما تعمل على تكريم ضباطها وأفرادها بالأوسمة وبالأنواط وبكافة أوجه الدعم في شتى الأصعدة تقديرا لهم ولجهودهم المخلصة والمتميزة، وتكريما على ما يبذلونه من عمل دؤوب ومثمر في خدمة هذا الصرح الشامخ. شدد معاليه على اعتزازه وفخره برجال قوة دفاع البحرين وما يقومون به من جهد في كل موقع من مواقع البذل والعطاء بقوة الدفاع.